وهذه نجلة، أو البرنسيسة نجلة مثل ما نحب نسميها، بنت العز والدلال. كل ما تطلب شيء أهلها يقولون لها شبيك لبيك، أو وين ما تمشي الكل يلتفت لها، عارفة أنها حلوة ودائما واثقة بنفسها. إن شاء الله. صباح الخير. منك شباب خرجتيني، وين شخرتي؟ سوي زحمه اي ظهري. دايم صايره تتلف. لا ما في مسويه دايت. مو منك، من عرفتك وعرفتيني وانت كلها دايت ورجيم، بس رحمي حالك. زين سمع وين هندو؟ ما شفتها، ما ادري وينها. ايش فيها تاخرت اليوم؟ ضليتوا بالصف؟ لا اكيد قاعد تقرا الكتاب. شو خلينا نشوفها. يلا يلا قوموا. نسيت لا اقول لكم عن هند، أذكى واحدة بالشلة. إذا ما جابت درجة كاملة بالامتحان يصير فيها انهيار عصبي، بس والله خوش بنية. ها شنو قلت لكم؟ مو قاعد تصم الكتاب صم؟ ايش قاعد تسوين؟ قاعد أدرس حق الامتحان. واي مو من صدقك، انا امس بس درست ساعتين كل امتحان عربي. واي انا درست 4 ساعات على ما حفظ القصايد، كل قصيده اطول من الثانيه. انا صار لي اسبوع ادرس. والله اسبوع ايش دعوه؟ قولي ما شاء الله، لان قواعد صعبه. صار لك اسبوع تدرسين؟ تدرون ان انا فتحت الكتاب بس الصبح بالسياره؟ كنت صدقك؟ هاي اليوم غششيني، انا ما درست شيء. تدري فيني ما اعرف اغشش. يا النحيسة، انت رفيجة انتي؟ ما ادري شنو مستفيدة من صداقتك الخرطي هذه. لا تغششيني، كتبي بخط واضح وانا اقش باسلوبي. استغفر الله يا ربي، ترى الغش حرام. من غشنا فليس منا، ايش فيك؟ انتي مالك شغل، لا تتدخلين. ايش دي حكمك ومواضيع الدنيا بعد ما انا اغش؟ مريم تكفين، خلينا نبدل اليوم وياك انا اماكن عشان هند اقدر اغش منها. هندو تكفين، حطي ورقتك على جنب عشان اشوف. امبي ترى بلمونه قشره، انت شكلك تغشين يا ويلك. ايش تبي؟ ايش حارك؟ من يخاف من ابلمونه؟ انت الوحيده اللي تخافين منها. اقول تراي طيبه. هند ايش ليك مسويه كيك انا وانت تدرسين كريم؟ والله لذيذ. هند حبيبتي ما يصير تراجعين هني في الطابور. أبلا بس عشان عندي امتحان أنا قاعد أراجع. ما يصير حبيبتي تراجعين هني، لازم تراجعين في البيت. أبلا أنا مراجعة بالبيت بس خاف نسيت. أنتي ما نسيتي شيء، وبعدين أنتي شاطرة وما يخاف عليك. هند إيش فيك؟ بطني عورني. سلامتك حبيبتي، خلاص لا توقفين بالطابور، روحي الصف وعلى ما يخلص الطابور. الله يصير أخذ الكتاب. يصير أخذي. مشكورة أبلا. عفو. ايش يا بطني عمرها؟ وين ما تعرفين هندو لازم تراجع حتى باخر لحظه. ايش هي صار لها اسبوع درسه بطني عمرها؟ انا المدرسه والله مهامني. لانك رديه المهمله. انت الرديه فهمتي؟ سكتي. بس ولا كلمه سكتي. ايه قاعد تحكي؟ قلت لك ما ابي اسمع صوتك. ايه قاعد ترديه؟ سكتي لا تردديني، وبعدين طلعي مع المخالفات برا بسرعه. ليش؟ قلت لك طلعي، انت شايفه شكلك ايش لابسه؟ ايش هاللبس اللي لابسته؟ شكله لبس مدرسه لابسه. طلعي برا. قلة أدب. يلا بسرعة الصف يلا. تكفون أفي أصلي يا خمسة. زين شيني. يلا يلا في جدكم. مالي شغل. مجنونة والله. اكفي عدل لما بكلمك. طبعا انتي عارفة انك انتي مخالفة، لابسة لبس ضيق وصبغ اظافر. والله ابلا اقدر امشي بلبسي، مو حاسة انه ضيق. بعد حصة العربي تروحين حق الأخصائية، مفهوم؟
أبلا أمي كل يوم تشوف لبسي ومو شايفة إنه في شيء. والله متى ما أمك صارت وزيرة التربية أو ناظرهني بالمدرسة عشان أنا أمشي على أوامرها. خاصي قدامي روح الصف. إن شاء الله. منى ايش فيك على نجلة؟ قليلة أدب ومو متربية. حبيبتي نجلة من طبقة المخملية، يعني تربية خدم. عيل أنا قاعدة أحاكيها على لبسها أقول لها ضيج، تقول لي أمي عاجبها كذي شكلي؟ وأنت صدقتي إن أمها دارت عنها ولا شافتها لما طلعت من البيت؟ المهم أنا قلت لها عقب الامتحان روحي عند الأخصائية علشان تخالفك على ملابسك. على فكرة كم مرة الأخصائية استدعت أمها وأبوها ما في أحد مرنا. ما شاء الله ما شاء الله على الاهتمام الزايد، بصراحة أحسدها عليه. أزيدك من الشعر بيت، نجلة وحيدة أمها وأبوها وهم ما يدرون عنها. صدق الحمد لله والشكر. أنا ذنتش تأخرت على حصتي بروح. نجلة عينك مورقتك. أبلا قاعدة أفكر بصوت عالي. فكري وانت حاطة عينك هني بورقتك، انت مو عيونك بورقة غيرك. إن شاء الله. نجلة قومي. وين أقوم؟ قومي. وين؟ قومي قاعدة أقول لك. تعالي هني. شلون أكتب؟ تعالي هني قاعدة أقول لك. أوه. قعدي. مسكي. شلون أكتب يعني أكتب على الطوفة؟ سكتي ولا كلمة، ما أبي أسمع منك نفس، تسمعين؟ خلصيني يلا. شنو سويت أنا؟ صار لك ساعة قاعدة تغشين، عبالك أنا مسبحة ولا ما قاعدة أشوفك؟ لا ما غشيت. قاعدة تغشين. وأي كلمة زايدة راح أسحب منك ورقة الاختبار، تفهمين ولا لا؟ لا والله. كل واحدة فيكم عينها بروقتها. يلا بدعتي بصراحة بدعتي. ايش رايك حبيبتي ايش تبيني اسوي؟ اخلي واحدة نفس هذه تدلني وتمشي كلمتها علي؟ حمض على بوزها. شو المشكلة يعني؟ شنو شو المشكلة؟ اخلي هذه تمشي كلمتها علي وتذلني؟ يعني عيل انت مستانسة انك طلعتي من الامتحان والابلة سحبت ورقتك؟ انت وحيدة تسكتين ما تحكين، اشر لك غششيني غششيني توخيني ورقتك؟ قلت لك ما اعرف اغشش. لا تغششيني، كبري خطك وحطي ورقتك يمي. حبيبتي خطك ذي بغير عشانك يعني؟ يعني مرتاه لازم اجيب معاي مايكروسكوب عشان اغش منك. حبيبتي ممكن تدرسين وتفكينا من هالسالفه؟ حبيبتي منو شكالك الحال؟ شكو فيني؟ الحين هذه يفاها اللي خايفه عليك وما تبيش تسقطين؟ لا حبيبتي ما راح اسقط وبشوف شلون اسقط. عيل شلون تنجحين حبيبتي؟ وشكلكم نسيتوا سالفه ابله دلال. رئيسه القسم العربي؟ يس. ايش فيها؟ حبيبتي ريلها كان قاعد من غير وظيفه. أبلة دلال دقت على أمي تتبجبج وأمي دقت على أبوي ووظفوه عندنا بالشركة. يعني ريل أبلة دلال موظف عند أبوك؟ حبيبتي موظف عند أبوي. شذي أبلة دلال ما تقدر ترد أمي علشان زوجها لا نطرده. هي عادي. هذه نجلة دائما تستغل نفوذ أبوها ودائماً تستغل سلطتها في حل كل مشاكلها. عمرها ما اعتمدت على نفسها بشيء. ساعات تفكر لو راحت فلوس أبوها ولا شركاته إيش راح تسوي؟ تقدر تعيش مثلنا؟ عاملة شانت. هلا شيتشي تفسويهج يا عشر. عيل أنا اتحداني قدام البنات
بس هين أنا أعلمها. منو بعد؟ من غيرها بعد نجلاء. تصدقين أبلا هدى وقت الاختبار قاعد تغش، أقوم أقول لها غيري مكانك ولا أسحب الورقة منك، تقوم تقتل ورقة على مكتبي وتطلع. صدقين راح البنت هذه؟ تصدقين أبلا هدى صار لي 8 سنين وأنا مدرسة لغة عربية، عمري وبحياتي ما مرت علي طالبة مثل نجلة، قليلة أدب ولسانها طويل وتحط راسها براس المدرسة، ترادد، قليلة أدب، ما عندها احترام كلش. يبقى مسيرها راح تتأدب لما تشوف نفسها ساقطة وهي بسنة الأخيرة، مفروض تخرج هالسنة هذه. بس أبشرك راح تعيد المادة وبتعيد السنة وبتقعد نفس الصف ونفس الكرسي اللي هي فيه، وبتموت قهر إذا شافت رفيجاتها تخرجوا وهي قاعدة. ويعه ساعة مسكي مسكي قدرتي مراضية تضبط مسكي شوي. يلا نجلو يلا رفع المظرة وانتي ساكتة. ويعه كذا رتحن. يلا خلصي. انزين مطري مطري رفع المظرة. يلا انزين كاكا خلنا خلصت. انزين هاج هاج مسكي مسكي شنو حط حط حمى. لا لا ما ابي، انا خاف اخاف الناظر الوكيله تشوفني. اقول الناظر الوكيله الحين وصلوا البيت قاعد تتغدى ويا عيالها. مسكي مسكي حتى عمرها. نجلو نجلو ما ابي ما ابي حطي حمرة برا كله شباب. امبي ايش فيك؟ حطي حمرة شوي شي طقطقي على الخفيف. يعني عادي؟ اي عادي. يلا من بشوفك. لو سويت بنتها والله حليت زين بس يعني شاكه باجابه سؤال واحد. الصفحه الثانيه سؤال. عن شنو قاعدين تسولفون؟ وي حسبي الله على فليسك المينونة، حاطة حمرة بالمدرسة مينونة انتي. بالله شافتك واحدة من المدرسات، شو بتسوي فيك؟ شو كليتيني اي مدرسة الحين هدى الحمد لله والشكر. عوشو مريم بعد حاطة حمرة. مينونة انتي؟ طولك لك فيلي قالت لي احط. الحمد لله والشكر يا ردي شخصية ما في، انتي كلمة توديك كلمة تجيبك. نجلو مالك شغل بمريم لا تدخلينها بمشاكلك. مش فيكم كليتونش دعوة عليكم؟ هي قالت تبي تحط. سلمى سلمى شلونها مالك اليومين؟ ساعات تسولف معايا، ساعات تقري نفسها الحين بس عادي. اكيد حبيبتي شي تبي تسوي، مرتبوكه اكيد فاره راسها، ما بعينها كرهها. ادري. تصدقين عاد؟ ساعات احس ان سلمى اختك طيبه يعني، فيها شي زين. لا حبيبتي، طيبه ولا مو طيبه، دام ان مرت ابوها فوق راسها هي اللي تمشيها. هي اللي مشى ابوي بعد وانت ساجه. نجلاء سايقكم وصل. اي صح. تبين اقطك البيت؟ لا امي بتيح. زين يلا باي. يلا باي بنات. باي. بنات اليوم بيحطون فيلم اجنبي على القناه الثانيه ليطوفكم. ابوي انت ايش فيك مينونه؟ شنو فيلم اجنبي باكر على امتحان رياضيات؟ ويه هالاسبوع كله امتحانات، حتى ماكو بريك الواحد يشوف تلفزيون. الله عاد امتحان الرياضيات اموت على هالماده، تونس كلها ارقام معادلات اعشق الشيء. ابوي انا اكره الرياضيات اصلا، ما ادري ليش احنا ندرس رياضيات، يعني كلنا نحتاجه لما نكبر زائد وضرب وقسمه، اصلا لما نشتغل راح نستعمل اله حاسبه. اي والله هندو كلامك صح. زين او شو انا خاف ما افهم شيء ادق عليك. حبيبتي دقي اي وقت. مشكوره. طيب هندو اختك راحت ابوك وصل. باي هذه من صدقها راحت كذي من غير ما تقول لك؟ عادي. يلا بنات باي باي. مسكينة الهن الله يعيني. ماما قاعدة جاهز. ما ابي بنتظر ماما باكل معاها. ماما ما تجي اليوم. ايش دراك؟ سويت تليفون ما تجي اليوم. اوه روحي روحي.
العائلة السعيدة اللي ما تتيمع إلا بالمناسبات. أبله خلصت. راجع امتحانك. راجعت أبله. إن شاء الله كل الإجابات صحيحة. يعني درجة كاملة. مثل كل مرة إن شاء الله. إن شاء الله. أبله. نعم. ممكن نروح الحمام. خلصت اختبارك؟ لا أبله. ما يصير تطلعين وأنتي مو مخلصة اختبارك. أبله بس برجع. قلت لك ما يصير. شفيج عسى ما شاف. شفيج من الخوف ترى. الحمد لله والشكر خوف النوم صاحية من مريم. سؤال ثاني شنو؟ عندو شفيج ايش فيها اذا زفتي مره واحده بحياتك بالامتحان بتنقلب الدنيا يعني؟ أول شيء أنا ما أحب أزفت، بعد اليوم أنا تعبانة حايشني خلاص بطني عورني. من دو ترى مو شرط تجيبين درجة كاملة بكل المواد، تاع وشو ما تجيب درجة كاملة إلا بالرياضيات، وباقي المواد عادي صار يعني. والله عاد أنا أموت على الرياضيات، أعشقها، بس باقي المواد أمشي فيه. أنا مو شيء، أنا بس اليوم بطني عورني حايشني مقص، خايفة من الامتحان. أنتِ ليش كذابة؟ أنتِ كل امتحان بطنك عورك. لا بس تبين الصج من دو ترى الصج وجهك مبين عليه تعبان. لأني مو نايمة عدل. انت ليش نصابه؟ انت تنامين قبل الدياي؟ مو امس ما نمت عدل، كنا من هذه، تخيلوا بطلت الليتات كلهم ملوت الغرفه الساعه 10 بالليل، في احد يدرس الساعه 10 بالليل؟ يا قطيعه، شو التصلب؟ مو لان المدرس متفق معاها انه ويلها وكشت فيها، اضطرت ان هي تدرس، درست الساعه 10 بالليل، بطلت كل الليتات علي، ما خلتني انام. ايش هالنحاسه؟ الحين ما لقيت غرفه ثانيه تدرس فيها؟ اي الا تدرس بالغرفه امها تنح الا تدرس بالغرفه واذا تبين انت طلعي. زين وانت وين نمتي؟ عند ميري صح؟ واي حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا الله يا ربي انك تتزوجين وتطلعين حق بيت ريلك تفتكين منها ومن حله امها. زين ابوك ما قال شيء؟ ابوي ما تحكى اصلا ولا قال ولا شيء، صدقين ما يقدر يواجه فاطمه، ساعات احس ان انا اكره ابوي. لا انه ابوك والله طيب. انا ما اكرهه بس انا اكره ضعفه، الصدقون ما يرد على فاطمه، يشوفها تمديدها علي ولا يرد عليه ولا يسوي شيء، بس ساكت. تبين اعطيك حل؟ مره ثانيه اذا دخلوا عليك الثنتين هي وامها، اي شيء عندك بالغرفه قريب منك صكيهم وقفين. ابويه ايش فيك؟ يا هذا الصج بعد ايش تحرشون فيها؟ انت تدرين اذا انا سويت كذي عادي تطلعين انا وابوي برا البيت؟ حسبي الله عليه، الله ياخذك يا فاطمه ونفكك من شرها، قولوا امين. امين. تبون اسوي شيء الحين؟ شنو؟ والله لا اخذ حقك. شنو؟ ابوي على راسي على حصة جاسم ضعيفة عبير عيسى برافو وفاء صالح شدي حيلك عايشة مساعد حسنتي هند محمد مبروك كالعادة درجة كاملة نايلة حسن برافو عليك خولة عبد الله إن شاء الله مرة ثانية تبين أعلى من كذي. سارة سالم 17 إن شاء الله تشدين حيلك. مريم عبد الرحمن برافو.
شوفي صفر. مبروك عليك السقوط مقدما. ما عاش اللي سقطني وراس ابوي يشم الهواء. ضحكتيني. بنشوف بنشوف السنه الجايه منو اللي بتقعد بنفس الصف، لا وبعد نفس الكرسي. شوفي بالنسبه لي انا ان شاء الله باذن الله راح اكون قاعده على كرسي الجامعه مع رفيجاتي، بس في بعض ناس وعلي عليهم راح يقعدون السنه الجايه واللي وراها واللي وراها، يزيدون وحنون بنفس الشرح مساكين. صدقينك قليله ادب وما تستحين على وجهك. قومي طلعي برا، قومي، ما بيشوفك قاعد وجهك هني بالصف، قومي برا. وسمعي قولي حق الناظره ابو منى ما تبيني معاها بالصف، قليله ادب ما تستحين على وجهك. منال عبا ايش صار بشري؟ صار بعد تصدقي أنا ماني مصدقة إن أبلة غنيمة تسوي كذي. أقول لها الكلام اللي قالته لي نجلة، تقول لي عادي يمكن أنت فهمتيها غلط ما تقصد. أوف لهالدرجة؟ لا، وتقول لي نجلة مترابية ومحترمة. تقول لي عادي اللي صار بينكم يصير بين أي طالبة ومدرستها. آخ بموت من القهر، تدري؟ أنا توقعت أنها توقف وياي، تستدعي ولي أمرها تفصلها عن المدرسة، مو تقعد تدافع عنها. حبيبتي نسيتي ان نجلة ابوها بمجلس الاباء؟ وخير يا طير، وشنو يعني ان ابوها بمجلس الاباء؟ يعني تقعد تقول ادبها علي وتسكت وتقعد طالعها بس كذي؟ تدرين ان المكتب اللي قاعده فيه غنيمه ان هديه من ابو نجلة؟ صدق والله؟ ليش انت مو معانا بالمدرسه؟ تبينها عقب هذا كله تفصل نجلة؟ مسكينه انت. بس ما يخالف. هم بحرق قلبها وبسقطها بماده اللغه العربيه، انا اعلمها. هذه تغني ولا همها شيء اصلا. انت مصدقت؟ ابا ايش فيكم؟ نعم خير. ابا معقوله مو همك شيء؟ قصدك على ابله منى؟ اي طبعا منو غيرها؟ تستاهل حبيبتي، هي اسلوبها معاك حد غلط وانا راح ارد عليها باسلوب غلط. يعني شلون؟ يعني لمتها؟ لا جد نجلو كافي خلاص. نعم خير، ايش فيكم؟ كل واحدة فيكم قاعد تحاسبني ولا شنو يعني؟ حبيبتي ايش فيك؟ ترى احنا نبي مصلحتك. يلا قوموا خلصوا الظهر. انا بروح معك. لا انا بصلي بالبيت عايزانة. حبيبتي على ما توصلين البيت لأذن العصر، يلا قوموا. مشت 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 عايشة خلاص الحين بلشت. هو ايش فيك؟ الصلاة ما راح تاخذ منكم أكثر من خمس دقايق. أمبا ايش فيك أنت؟ ايش فيك؟ ما فيني شيء، بس كل واحدة فينا مسؤولة عن تصرفاتها، خلاص عواش يعني، وبعدين أنا ما أشوف أمي تصلي عشان أنا أصلي. كيفك حبيبتي؟ سوي اللي براسك، بس هذا فرض ولازم تأدينه، وعلى فكرة حتى لو شفتي كل البيت ما يصلي أنت المفروض تهدينهم وتصلين. استغفر الله. إيش فيها هذه؟ إيش فيها نفسيتها اليوم؟ بعد هي عصبة تصرخ علي أنا شكو. وأنا شنو قلت شيء غلط؟ آه هنودة خلصتي؟ إي عوشو بكلمك تعالي. شو عندك تقولي؟ عوشو؟ أنا أدري إنك أنتي تخافين على نجلة وتنصحينها إن هي تصلي، يعني تحبين تنصحينها؟ أكيد أحب أنصحها، وبنصحها مرة ومرتين ومليون، لين الله يهديها وتصلي. إي ما يخالف، بس يعني قصدي إن أمها وأبوها ما يدرون عنها، عمرهم ما سألوها صليتي ولا لأ. نجلة طيبة، بس هي محتاجة لنصيحة، لازم انصحها. إيه ما يخالف، انت قلتيها نصيحة، يعني فشلة كذي تكلمينها قدامنا، كلميها بينكم بين بعض. خلاص صح كلامك، المرة الجاية
نتكلم معها بروحنا إن شاء الله. بس ما كتبتها تعهد. لا هي جنة بغت كتبها بس حرام لأن الحين فترة امتحانات الإقصائية شلون سوي حتى بس في استدعاء. بيها دو تنين ثلاث تعهدات فصل؟ قصدي ما تحتي. خير الحين شو بتسوي بشهادة دار؟ إي إي بنات خلاص نجلو يا حج ايش قاعد تسوي؟ منو هذا؟ منو هذا؟ منو هذا منو هذا بسيارة حمراء؟ ما تشي تستهبلين؟ شكلك اعرفك. ايش فيك ايش فيك؟ انا ودي اقول لك بس انا ما اخذ محاضراتك كلها عن اخلاق والسمعة. يعني حضرتك تعرفينه؟ اي اعرفه. شوفي قبل ما اقول لك اي شيء لازم تعرفين اني بس اكلمه بالتليفون وقاعدة احاكي اضيع وقت. وانت ايش دراك انه مو قاعد يقص عليك؟ وانه ما راح يشوه سمعتك. لحظه وشو انت اصلا ليش تكلمينه؟ ايش فيكم؟ قاعد اقول لكم قاعد اضيع وقت. ضيع وقتك بالدراسه، بحوث، اي شيء، اي شيء ثاني. خوش تضيعت وقت والله. على فكره اللي قاعد تسوينه حرام. تسوين شنو يعني حرام؟ يعني ما ردش بالتحسفين. لا حبيبتي مو حرام. شو مو حرام وانت قاعد تكلمين ريال غريب؟ مينونه انت؟ الحرام انه امي وابوي ما يدرون عني. الحرام ان ابوي كله مسافر وما يدري عن البيت وامي كلها لاهيه مع رفيجاتها. عرفتي شنو الحرام؟ انتوا شو ما تحسون فيني؟ تدرون ان انا محتاجه اخت اتسلى معاها؟ تدرين ان ساعات اتمنى العيشه اللي انت عايشتها ويا اختك سلمى حتى لو كنتوا تتناجرون او اخو يسالني وين رايحه وين راده نفس اخوك معاذ. انتوا عمركم ما راح تحسون بالعيشه اللي انا عايشتها في البيت. لا حبيبتي يعني كان انا وحيده امي وابوي وما عندي لا اخو ولا اخت، زين اديني اختك. زين بعدين كم مره اقول لك كلها تعالي زوريني بالبيت بس انت كلها ما تجي. وانا ابوي مريض يعني ما اقدر اهدى بروحه. نجلو كان سايقكم وصل يلا الحين. امي شلون تكسر الخاطر لازم ندير بالنا احنا. اي شيء صح؟ سام مريم ابوها تعبان بالمستشفى وانتي مرت ابوك مو مأذيتك؟ وانا وضعي شو اقول عنه؟ مو عاد مأذيني بالدخله والطلعه يعني شو نقول شلون؟ والله ما ادري. امرنا لله. مريم امك وصلت. يلا حبايبي باي. باي. صدقي؟ مريم وامها؟ شنو مخوات؟ امها ترى صغيره. صدقين الفرق بينها وبين امها 16 سنة؟ المفروض علاقتها بامها تكون صداقة أكثر ما تكون علاقة أم ببنتها. بس اللي يخليني أستغرب إن مريم كلها تشتكي من هالشيء. تقول ما تقدر تتفاهم مع أمها. أنا ودي يصير عندي أم. حتى نشيل مثل أم مريم ولا أم نجلة ولا حتى أمك. ما يصير عندي أم. أحس إنها تحبني من قبل. تبي الفقة مني. صدق حنان الأم ما يتعوى. مرات وايد أحس إن هند مثل الطير بس من غير جناح. دايما خايفة وضايعة. حنان الأم ما يحس فيه إلا المحروم منه. ليزا؟ Yes. ماما رجعت من السفر؟ Yes. الحمد لله على السلامة يما وحشتيني. هلا هلا شلونك؟ تمام زينة انت شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام ماشي الحال. تدرين توقعتك راح تتأخرين وتين باكر؟ كان ودي بس حسيت اني تأخرت عليك. زين ماما انا بروح ابدل ملابسي عشان تتغدين معاي. لا 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 انا تغديت بالطيارة. اي ما يخالف ما فيها شيء قعدي وياي عشان تسولفي لي شنو سويتي بالسفرة وين رحتي وين رديتي. انا تعبانة وابي انام. يما قعدي معاي ايش فيك؟ انا مو شايفتك من زمان. خلاص لا تحنين قلت لك بعدين وراح اوريك الاشياء اللي جبتها. يلا روحي روحي صك الباب بنام يلا. يما هاي يما وين بتروحين؟ بروح الصالون. ليش؟ انت قلتي انا لما قاعد من النوم بقعد معاك وجبت لي هدايا بتعطيني اياهم. انا ما نسيت بس لازم اروح الصالون. احس ان شعري تلف من حمام السباحه، لازم اسوي حمام زيت. يما عفي خلي باكر قعدي معي الحين شوي. لا رديت ان شاء الله. يما نعم. ترى انا مو مسويه زي بامتحان العربي.
شنو يعني عادي؟ بكلم ابله دلال، لا تحاتين. زين انا باكر عندي امتحان اسلاميه، قعدي معي سمعي لي مو حافظه. شوفي حفظي اللي تقدرين عليه، واذا ما سويتي زين راح اقول حق ابوك اكلم الناظره، اوكي؟ يلا باي. كانت نجلة محتاجة شوية اهتمام، تبي اللي يقعد معاها ويسولف وياها، تبي أمها تقول لها درسي تعبي. لكن أم نجلة نوعها ثاني، كل حياتها سفر صالونات وصديقات، ما عندها وقت حق بنتها ولا عندها وقت حق أحد غير نفسها. على كيفك، مو كل يوم تجي المدرسة تعرفي جاتي قاعد يحسون أنا أحلى واحدة فيهم. وأنت بعد اليوم كنت جنن بالغترة. من تحاكين؟ مريوم شوي وحاكيك. يلا باي. ردي علي من تحاكين. يعني ما سمعتيني قلت مريوم؟ بس أنا سمعتش تقولين شكلك وايد حلو بالقطرة، ليش؟ مريم تلبس قطرة؟ سمعيني، ما بها السالفة تكرر، ترى إذا أبوش دار بيفضحنا. وشلون بيدري؟ يعني تبيني أقول له علشان يأدبك؟ أنا عارفة وإنتي عارفة إنك ما راح تقولين حق أبوي، لأن إذا عرف بيقط المشكلة كلها فوق راسك. ويوم انك عارفه ان ابوك ايش راح يسوي لو درى، ليش تدخليني بمشاكل انا بغنى عنها؟ نجلوه بسك من هالخرابيط وديري بالك على دروسك وايد احسن لك. سمعيني، ما ابيش تكلمين هالولد مره ثانيه، سامعه؟ بس هذا اللي الله قدرك عليه. أفكر تسأليني من هو، لا كم عمره، ولا حتى ليش أكلمة. قولي ما أبيش أتكلمين هالولد، ريال عمره 32 سنة تقولي ولد. الو سوري طولت صح؟ لا ما صار شيء. قولوا ما شاء الله علينا. هاي شنو هذا اللي بيدك؟ عليكم براشيم. بلا براشيم. حسبي الله على ابليسك، حتى بالقران تبشين ما تستحي انت. هاي والله ما مداني ادرس امس. خلينا سمعيني. السؤال الاخير شنو جاوبتي على؟ شو زين مسافر يفطر؟ انا اكلنا يا جوز. وي هذا بعد مبرشينه العلوي. زين شنو حطيتي بالثبات؟ اي ايه؟ هذا هو الثبات. فمن كان منكم مريضا او على سفر تعدت من ايام الاخر. هي انا حطيت كذي عليك. انا كتبت عريم. ابوي ثول من خشنا فليس منا. زين يصير فيه. زين سمعيني، سؤال مال سجود السهو شنو حليتي؟ اوه فكينا تبي تقعد تدور بعد. اوه خلاص هندو كلكم حالين صح الا انا ما ابي اسمع شيء الحين. سمعوني باكر ويك اند وانت ابونا نروح. اباي عندنا تقرير حق الاجتماعيات لازم اسويه. هند خلاص امتحان وتقارير فكينا نبي نستانس. زين انت اقترحي تجون عندي البيت تتعشون عدون نسمع اغاني ونستانس ويا بعض. بس اسمع اغاني مره واحده، انا كم مره قالت لك ما احب اسمع اغاني. خلاص احط لك اغاني بس طيره ما فيها موسيقى. شي زين. وين نزلانه ما اقدر لان امي معزومه على عرس وهي راح يكون بروحها. كذابه مريوم انت ايش فيك؟ ايش تحسسيني امك اذا قاعده في البيت بتجابل ابوك؟ ايش فيها هذه؟ كلموها. ابا ايش فيك؟ ما اقدر اخليه بروحه. وين كرهك؟ حتى بالويكند يعني ما تقدري؟ ترى الجمعه ما تحلى الا اذا كلنا مع بعض. خلاص ان شاء الله راح احاول. يلا زين وانتي هنود ليش ساكته؟ انا خاف اقول لك ايه ومرت ابوي تقعد تفصل علي وتقول يوم الخميس ما تروح.
جمرت ابوك هذه بس تهديني عليها اذبحها قطعها نتفها. واي عسى الله ياخذها وتفتكين منها. قولوا امين. امين يا رب. هذه الاجابه اللي انا اعرفها من غير ما ادرس. اكرهها امك اكرهها. تكفى تعالي. ليزا 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 وينك؟ يس ما ذهبت العصير؟ يس كل شيء جاهز؟ يس اذا سوي لي فحم بلي غرفتي ان شاء الله بسرعه ان شاء الله. يبا اخذ الدواء كله؟ ايوه اخذت الدواء. ودواء الضغط؟ بسلامتك اخذت كل الدواء الضغط والسكر والكحه. انت لا تشيلين همي يا يوه. روحي استانسي. يعني ما تبي مني شيء قبل ما اروح؟ بسلامة عمرك وتعيشين. روحي استانسي يا يوه. وسعي صدرك ان شاء الله. يلا مع السلامه. حياك الله يوه. ها خلصتي من ابوك؟ اي خلصت. شنو بتروحي العرس مبكر؟ اي لان بالاول بمر ساره بتسلف منها طقم الماس. ولا تبيني اروح العرس ربتي فاضيه؟ اي زين. يعني ما انت طالعه على ابوي؟ ايش حق اطلع عليه؟ كاهو صاحي ما في شيء. يلا مشينا بس. يلا يلا اختاري ايش اللي تبينه. ما ادري. شوفي هذيلا شو رايك بهذا؟ لا 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 ما البس كذي. انزين هذا؟ لا لا لا. يعني تبين شيء كاجوال؟ هذا بس هذا شكله جديد وغالي. الغالي يرخص لك. كم انت مسجج؟ خذيه مسكي. نعم رفيقتك ايش وصلت؟ زين خلاص خليها تصعد يعني. يلا دشي حمام بدلي. مشكوره. البنيه ما ادري ايش اسوي فيها. عوش انت بعدش ما خلصتي يما. ما خلصت قاعده اضبط حجابي. ايش فيك يما؟ يما خلصي بسرعه قبل لا يجي اخوك معاذ. يما ايش فيك الله يهداك؟ مسويه جريمه؟ رايحه ازور رفيجاتي. يعني ما تعرفين اخوك؟ اذا يا وما شافك في البيت بيسوي لنا سالفه. ايش تبيني اقول له؟ وين رحتي؟ قولي له رايحه درس ديني ما فيها شيء. يعني اكذب؟ لا انا ما اعرف اكذب. المهم خلص بسرعه وانا انطرش بالسياره. زين كيفك؟ لا تكذبين خلصي رزف ابوي. لا تاخرين لا تحنين وايد ان شاء الله. يا ليزا ليزا. نعم بابا. وين ماما؟ ماما طلعت. وين راحت؟ ما ادري. وين نجلة؟ فوق. روحي ناديها بسرعة. يلا حمد الله على السلامة يبا. هلا هلا. الله يسلمك. اقول يبا وين امك؟ ما ادري طالعة. شو ماما مو بالبيت وياكي؟ بس ما ادري وين راح. ايش دراني ما قالت لي. ايش عندك كاشخه ما شاء الله صايره حلوه. رفيجاتي عندي فوق. صيد؟ يلا روحي روحي مع رفيجاتك. ما شتي مني شيء؟ لا سلامتك. يلا اوكي. نجلو برتقال ولا فيمتو؟ لا انا ابي برتقال. مريوم برتقال ولا فيمتو؟ برتقال. أمباي بنات عواشة تأخرت وينها؟ يعني انتي ما تعرفين هالبادة اللي بلها ساعة على ما تيجي؟ انتي شنكم قاعدة تشوفيني ولا يتهيأ لي؟ انتي ليش متأخرة ان شاء الله؟ شو اسوي على ما انحاش من المعتقل لا نفيش فيكم؟ يلا دشي حياتي. استغفر الله استغفر الله. قصروا على المسجلة ترى حرام. لازم لازم اغاني. اقول حياتي حبيبتي ترى احنا جايين نستانس. يلا روحي زين. خلصيني برتقال ولا فيمتو؟ برتقال فيمتو. يا عاد هاي سالفة تبينهم مع بعض ولا كل واحد؟ لا لا خلاص قاعد تغشمر بس برتقال. ذيك الليلة كنا وايد مستانسين نسينا همومنا كلها. ما خلينا لعبة بخاطرنا إلا لعبناها. وكنت أنا أكثر واحدة أضحك وأسولف مع البنات. أبي أنسى اللي سواه معاذ فيني. مع أن إحنا متعودين نشكي لبعض ونقول كل مشاكلنا. بس ذاك اليوم قررنا أن ما نقول شيء يضيق الخلق أبد. كنا بس نبي نضحك. نضحك وبس.
الحمد لله على السلامة. متى الوصول؟ الله يسلمك. اللي سمعك يقول ما عندك خبر عن موعد الطيارة. نسيت. نسيتي ولا تتناسين؟ أحمد، أنت جاي من سفر عشان تهاوش معاي؟ أنا ما تهاوش ولا شيء، بس المفروض المرة السنعة تنطر رجلها ما يرد من السفر، عاد ولا لا؟ إيه، هذا لما يسافر مرة ولا مرتين في السنة، مو طول السنة مسافر. لا تصارخين، أنا مو قاعد أسافر عشان ألعب، أنا مسافر عشان أخلص شغل الشركة. يبا أطلع. اطلع فتش عني، بس لا تحاسبني على الطلعة والدخلة، انا من حقي اني استانس مع ربعي. لا والله اللي سمعك يقول اسكت، مو مستانسة، انا مدارش توك جاية من السفر، صار لك اسبوعين مسافرة مع ربعك، ما كلمتك ما قلت لك شيء. والله عاد انا لما سافرت حضرتك كنت مسافر، ما تركتك وهجيت. وبنتك ما كانت بروحها بالبيت؟ مو مفروض انك انت تجابلينها؟ المفروض نجابلها احنا الاثنين، مو انا بروحي انحكر معاها، وانت حضرتك طاير لي من ديرة لديرة. وانا ايش حقك قاعد اسافر؟ مو عشان امشي شغل الشركه؟ شغل الشركه كله على راسي انا، انا بروحي اللي قاعد اجابل، مين قاعد يساعدني؟ اتحكي قولي. سافر فكني بس من الحنه، شكو بس لا تقعد تتخانق معي 24 ساعه. زين بنات تخانق معك وش لعبتي؟ شكو شغل غاني؟ اي يلا احمد، ترى انا مليت من العيشه. لجوي يا لجوي، لجوي يا لجوي، ولين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا معين، تعيننا يا إلهي يا الله، استغفر الله العظيم. يا الله يا كريم، مريم كانت فرحانة ومستانسة، ما كانت تدري باللي صار لأبوها، ما حد يقدر يلومها، كان لازم تطلع وتستانس شوي. أبوها المريض مسؤولية أمها، أمها اللي دائما تعتبر نفسها ضحية ومظلومة. الله أعلم من الضحية فيهم، إيه ولا أمها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك يما. الله يحييك. ما إن شاء الله بس راضية علي ومزعلانة مني. لا يما مو زعلانة. يعني مسامحتني؟ إي ما مسامحتك. ما ادري يما، احس انك كنك تقولينها كذي يعني من ورا قلبك، يعني كنك قاعد تجامليني مو عدل. اسمعني يما، اذا تبيني ارضى عليك صدق ابيك تخف على اخوك واختك، بس يما بسنا نجرى 24 ساعه وصيح.
ان شاء الله ان شاء الله بخف عنهم وبخليهم بحالهم، مع ان انا والله بمصلحتهم. ابليس 24 ساعه ناطب ويوهم، ما يتعوذون من ابليس اعوذ بالله منه. ادري يمه وجزاك الله الف خير، ادري ان قلبك عليهم. ان شاء الله. المهم ما تبين شيء تامرين بشيء. ابي سلامك حب. الله يسلمك. ريحه الهنا حلوه. عليك بالعافيه. الله يعافيك. قولي امي. امي. لا عايشه وينها؟ ما اشوفها وما لها حس بالبيت. دارها مسكره، وينها في؟ عايشه معزومه. معزومه؟ وين ان شاء الله؟ عند رفيجتها. معزومه عند رفيجتها؟ زين وين اخر من يعلم؟ ليش ما تقول لي انها معزومه؟ ليش ما تشاورني قبل لا تطلع؟ الله يهداك اي، ما لا اله الا الله عليك، ايش فيك؟ هي ما طلعت من البيت غير ما شاورت ابوك. وابوي ايش عرفه بالبنت؟ ايش عرفه باهلها؟ شلون يرضى ابوي تروح لها؟ هذه نزل رفيجتها من زمان، انت ما تعرفها. زين انا ما اعرفها، تعرفين امها؟ تكفين قولي لي تعرفين امها؟ لا يما ما اعرفها. شلون ترضين؟ حبلا ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا يعرفون اهل البنت ولا يعرفونهم، رايحت لهم قاعد عندهم بلنا. زين يعني رايحت لهم زيارتهم شنو شنو؟ شنو المناسبة؟ ليش يعني؟ عادي يما يمعت بنات. يمعت بنات؟ يعني مو اغاني ودقدقه ورقص وعيد ميلاد؟ لا يما شو هالحكي؟ يمعت بنات عادي يقعدون مع بعض يسولفون يوسعون عن سطورهم. ايه زين يما منو اللي برد هالبيت؟ انا قلت لها ترد مع سايق رفيجتها. سايق بعد؟ انت من صدق يما الله يهديك تركب مع سايق؟ غريب هذا غريب. يا يما الله يهداك انا قلت شي طلعني تالي الليل، عاد قلت لها ترد مع السايق. من صدق يما انت قاعد تحكين؟ اعطيني عنوان البيت، اعطيني بسرعه. الحين بتروح تجيبها تو الناس. يما الله يخليك وجزاك الله الف خير، اعطيني العنوان. تعالي. تعالي بسرعه. تعالي بسرعه. ركبي. ما عاد ايش فيك ترى تو الناس. اي تو الناس؟ ما تستهين على وجهك انت، الساعة 10 ونص وتقول لي تو الناس؟ يا يبا ما يجوز شرعا لبنية تقعد برا بيتها لها الحزن عبرة قرب. ركبي انت. ما عاد ايش فيك؟ انا محاكية امي وقايلة لها. وانا شكب امي. تقول لأمي ركبة يلا خلصيني. انزين عفية بس اسلم على البنات. قبين ولا الحين؟ والله انزلت لك من اعجاب الجدار. خلاص لا تفشلنا بحركب خلاص. ركبة يلا. ان شاء الله. شفت ايش كثر معصومة؟ اخاف يسوي فيها شيء. ايش فيك؟ يعني هو لو يدري هي طالعه كان ما يهني خذاها. ايش فيكم؟ ايش فيكم؟ ليش خذاها كذي انتوا عندي؟ امشوا خليك قاعده امشوا. انا اخاف يسوي فيها شيء. مرة ثانية بعد ما تروحين حق رفيجتك هذه. ليش يعني؟ شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ بنات قاعدين هز ورقص بالحديقة وتقولي لي شو المشكلة؟ انتي عبالك ما شفتك بعيوني؟ ما شفتك؟ معاد احنا بنات وقاعدين بروحنا وبعدين ما كنا قاعد نرقص بس حاطين اغاني، شو السالفة؟ شو السالفة؟ اللي رايح واللي راد بالفريد قاعد يشوفكم، صدقكم ما تسعون على عيونكم ما تسعون. استغفر الله يا ربي، الحين بفهم شو اللي صار، ما صار شيء. المشكلة انه مو همك. شرها مو عليك. شرها على امي وابوي اللي معطينك الثقه، بس من اليوم ورايح ما في طلعه من البيت الا بشوريانه. نعم؟ اشو ان ابوي عايش الله يطول بعمره، هو اللي يحكم ويقول متى ادش البيت ومتى اطلع منه. تعبالك ابوي يرضى باللي قاعد تسوينه؟ يرضى؟ يرضى على رفيجاتك هذيل؟ قاعدين بالحديقه سفور ولا واحده فيهم استحت على وجهها وخطت قفتها؟ شوف عاد معاد رفيجاتي لا تحكي عنهم، اعرفهم من زمان وعيال ناس ما فيهم شيء. كانوا رفيجاتك بس من اليوم ورايح دوري لك رفيجات غيرهم. ذيك اللحظه تمنيت اني اخنق معاذ واقول له مو على كيفك، ومنو اللي اعطاك الحق انك تتحكم فيني عشان انت ولد وانا بنت؟ تمنيت يومها ان معاذ ينام ولا يصحى عشان ارتاح افتك منه باقي عمري. ها راحوا رفيجاتك؟ ايه راحوا رفيجاتي يما. وان شاء الله استانستوا. وايد استانست معاهم بس كان لازم تتناجرين ويا ابوي وصوتكم يوصل لتحت عندنا وتفشليني قدام رفيجاتي. والله لهالدرجه صوتنا كان عالي؟ ايه صوتكم كان وايد عالي، انا ما قاعده اكذب عليك. ما يخالف اعرف شنو هي المشكله اللي صارت بينك وبين ابوي اليوم بالذات لما كانوا البنات موجودين؟
ماكو شيء، لا تشغلين بالك. يمه ترى انا ماني صغيره عشان تقصين علي بهالكلمات. ماكو شيء ومشكله بيني وبين ابوك صغيره تنحل. شو اللي صاير بينك وبينه؟ عادي، خلاف بين ريال وزوجته. تمام. وين ابوي عيل؟ بغرفه ثانيه راح ينام صح؟ نفس كل مره لما تتناجرين وياه انت بغرفه وهو بغرفه صح؟ يمه الله يخليك حبيبتي انتي. روحي راضي، ترى توا راجع من السفر، روحي تأسفي منه. نعم تبيني انا اروح اتأسف منه؟ مثل ما زعل بروحه بيرضى بروحه. يمه وغلاتي، عفي الله يخليك، اذا ما راضيتي ترى ابوي ما راح يتغدى باكر ويانا. مو لازم يتغدى بروحه، يتغدى مع الخدم ان شاء الله بالسكه كيفه. يبا 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 بسم الله عليك يبا حبيبي يبا يبا قوم قوم يبا يما يما واي واي شو البيت ما ألقى أحد فيه. يبا يبا تكفى أبي فلوس أشتري هدية حق رفيجتي. عيد ميلادها ولا شنو؟ لا بالمستشفى ما بروح عيدي فاضية. إيش فيها حسا ما شاء الله؟ ما ادري يبا انت كانت عندك حلوها اليوم بالمستشفى ما ادري ليش. اي ما تشوف شر، هات شبه هذول كافي؟ اي يبا كافي، مشكور ما قصرت. العفو، ديري بالك على نفسك ها؟ ان شاء الله. لا تاخرين. اوكي، يلا باي. حياك الله يبا. الو. هلا بلا دلال، شلونك؟ احنا بخير الله يسلمك. شلون ريلك؟ عسى مرتاح بالشغل؟ لا تحاتين، انا موصي ابو نجله اذا عنده اي شيء يروح للمكتب. اقول ابلا دلال، انا بغيت منك خدمه. ما يامر عليك عدو. نجله تقول انها ما سوت زين باللغه العربيه، وابلة العربي هذه ما ادري ايش فيها كلها مناشبتها. اسمها ما ادري والله ما اتذكر. اي ابله منى. عاد انا بغيت اذا يقدرون يعيدوا لها الامتحان. تقدرين؟ ما قصرتي حبيبتي، مشكوره مشكوره يا الغاليه. اشوفك على خير، يلا مع السلامه. والله عليك هذه حاله، عاجبك الوضع اللي احنا فيه؟ انت بغرفه وانا بغرفه. والله عاد هذا الوضع انت اللي اخترته، من جيت من السفر وانت تناجر وتبي المشاكل. الحين صرت انا ادور مشاكل؟ قاعد اطلب حقي، ابي مره تجابلني تهتم فيني، تقعد بالبيت لما ارجع من السفر طبخت لي ذيك الطبخه، تدري عن بنتها، تدري عن بيتها، مو هاملتنا حطتنا بيد الخدم. احمد لا تبالغ، ترى انت مو ناقصك شيء، وبعدين نجله كبرت وتقدر تعتمد على نفسها، والبيت ما شاء الله ما في شيء، الخدم شايفين شغلهم وانا مشيتهم مثل الساعه، ايش تبي بعد؟ ما ابي شيء، ابيش تهتمين فينا مثل ما تهتمين بصديقاتك. واحده ولدت رحتي لها، عرس قالت روحين، استقبال قالت روحين، احنا مو دارج فرفره من بيت لبيت. هذه مو اسمها فراره، هذه واجبات اجتماعيه، أنا لازم أزور الناس وأوجبهم، وتدري إن معارفي وايد، عيل تبيني أقعد في البيت مثل باجي الحريم وأحط إيدي على خدي، أنطر عاد متى تروح ومتى تي. وش فيش إيش قاصرك؟ صيري مثل باجي الحريم، شلون يعني؟ والله عاد إذا أنت صرت مثل باجي الريايل اللي يطلعون حريمهم
ويودونهم ويتعشون معاهم ويبون أغراض الجمعية، وإذا عيالهم مرضوا ودوهم الطبيب. ذيك الساعة تعال قول لي صيري مثل باقي الحريم. يعني شلون؟ مسألة عناد؟ بتحطين راسك براسي؟ يبا ليش ما طلق أمي؟ يعني شلون؟ مسألة عناد؟ بتحطين راسك براسي؟ يبا ليش ما طلق أمي؟ فعليك يا بنيتي شرحك يعني؟ من يوم طاري الطلاق الحين؟ لأن أنا كل يوم أسمعكم تتناجرون. بصراحة أنا نفسيتي تعبت ووايد زهقت من النجرة. أبي يوم واحد أشوفكم قاعد تضحكون ويا بعض أو قاعد تسولفون سوالف حلوة. ما في إذا أنتوا الأثنين عايشين ويا بعض علشاني ترى منتوا مجبورين. أمي قالتها نجلك برت، معناته أقدر أتحمل مسؤولية نفسي. وصح أقدر أتحمل مسؤولية نفسي. رهيبة روحي دارك حطي راسك نومي، ما كل العافية إن شاء الله. عشان تظل هي غرفة وأنت غرفة. نجلة سمعتي أبوك إيش قال؟ إن شاء الله حاضر. نعم ليش تطالعني؟ يا ريت تفكرين بكلام بنتك، لاني انا فعلا طقت شبدي ومليت من العيشه. حين يا نجلو. ابا يضحكني. باي باي بعدين اسالك. باي. من كنت تحاكين؟ ردي. اي اكيد ماكو غيره اللي كنت تحاكينه قبل، مو كذي؟ اي كذي. تعالي وبعد لك عين تردين. تبين اعلم ابوك؟ اي ابيش تعلمين ابوي. يلا روحي قولي له. يعني ما انت خايفه؟ صدق انك ما تستحين على وجهك. ليش ما استحي على وجهي الحين؟ انا شنو قلت؟ انت سالتيني تبين اقول حق ابوك وقلت لك اي قولي له، ولا خايفه يا يما يقول لك ان انت سبب اللي فيه نجله؟ انت اللي هامله بنتك بروحاتك ورداتك ورفيجاتك. يلا روحي قولي له، خليه يزفني. روحي قولي له. نجلو المشاكل اللي بيني وبين ابوك انت مالك شغل فيها، لا تتدخلين. ما حد طلب رايك. ما حد طلب رايي صح، بس صدقيني انا قلت كذي علشان مصلحتك. انت ما تاذيتي من الصراخ والحنه والونه، من كذي قلت له طلقها. ترى انا ما قلت شيء غلط. والله عاد حياتي مع ابوك عجبتني، حتى لو في مشاكل بيننا هم عجبتني. مالك شغل لا يكون اسمعك مره ثانيه تبين طار الطلاق. سمعتي؟ اكيد بتعجبك. تدرين ليش؟ لان ابوي كل شيء موفر لك. موفر لك الفلوس والفيلا والخدم والحشم. ليش تتطلقين؟ فلوس النفقه ايش راح تسوي لك؟ بتعوضك؟ ما راح تعوضك على اللي انت عايشه فيه. هذه انت بنتي؟ لا لا لا، تصدقين اللي يسمعك وانت تقولين هذا الكلام يقول انت شريكتي. يا خساره يا خساره يا نجلو على التعب اللي تعبت عليك. اي تعب اي تعب يا يما اي تعب. الخدم اللي تعبانين فيني، انت مو سويت لي شيء يا حظي. تعب يا ليتش تعبتي معاي يا ليت.